في هذه الأيام تستعد منطقة عسير لاستقبال السياح للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة ووفرة المنتزهات فيها. ومن أهم وجهاتها منتزه القرعاء الذي يقصده المتنزهون خلال هذه الأيام. القرعاء زارها محمد الجميري ونقل لنا الأجواء منها، نتابع. في جنوب شرق مدينة أبها تميزت تلك الأرض بطبيعة جذبت إليها المتنزهين للاستمتاع بجمالها البديع. القرعاء أحد أكبر المنتزهات السياحية في منطقة عسير بمساحة تبلغ أكثر من 200,000 كيلومتر مربع. وسط أجواء خلابة وطبيعة ساحرة يقضي المتنزهون أجمل أوقاتهم في القرعاء مستمتعين بجمال المكان والزمان. والله القرعاء تتميز بمناظرها خلابة وقربها من الخميس ومن أبها، لأنها متوسطة بين الخميس وأبها، المدينة العسكرية وحضر فيدة شارع تعبيدة، هذه منطقة متوسطة. فلما تشوف الناس اللي في المواقع دي تسرك المناظر، الناس اللي خرجوا يتنزهون والجو الحمد لله ممتع وبراد. الناس تعاني في المناطق الثانية من الحر، وإحنا نعاني الحمد لله من البرد. القرعاء تميز بجوها الجميل وكبر مساحتها والانبساط في المساحة على مدار السنة، يعني الجو يكون هنا جميل. تميزت القرعة بقربها من أبها وخميس مشيط وبكثرة المنتزهات فيها وبمساحتها الكبيرة وطبيعتها الساحرة وأجوائها المعتدلة. محمد الجميري، MBC، القرعة.